إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة أسمو به دنيا ودين، جنة أسمو به دنيا ودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم آية، تلك الحلقات التي نتناول فيها آية الكرسي. وكنا قد شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عما تقدمه لنا آية الكرسي، وقلنا أن أول ما تقدمه لنا آية الكرسي أنها تقدم لنا اسم الله الأعظم، تقدم لنا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واليوم إن شاء الله نحن على موعد مع شيء جديد عظيم مهم تقدمه لنا آية الكرسي، فما هو يا ترى؟ الكثير من الحقيقة يعني يتمنى أن تختم له بخاتمة خير أو بخاتمة السعادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية استعمله، فقالوا كيف يعسله يا رسول الله، كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فكلنا يتمنى ذلك، كلنا يتمنى أنه يختم له بطاعة، ولما نعلم أن فلان ده ما شاء الله ختم له بطاعة فرحانين جدا، نعلم أن فلان ده ختم له مثلا في صلاة، في ذكر، في قراءة قرآن، بنبقى في منتهى السعادة. بل إن كنا يعني كثيرا ما نحفز بعض إخواننا على عناية بالصوم، يعني من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، فيعني نقول له ده تخيل أن أنت اليوم اللي أنت صايمه لو أنت مت فيه أو مت في ليلته، فإن شاء الله دي بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تكون من أهل الجنة إن شاء الله، يعني على الأقل دي بشرة أمان من أنه لا يخلد في النيران إن شاء الله طالما معه التوحيد وغيره. مهم الشاهد، فأكيد دي أمنية لكل حد مننا. إيه رأيك سبحان الله بأن آية الكرسي بتحقق لك هذا الحلم، تحقق لك هذه الأمنية، هذا الحلم، حلم أن يختم لك بخاتمة إن شاء الله تبشر على إثرها بالجنة إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الشيخ الألباني. من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يا الله، سبحان الله، تخيل بس لو حضرتك حديث زي ده طبقته، بس مجرد ده ان انت بعد كل يعني صلاه من الصلوات المكتوبه، احنا لو قلنا مثلا على الصلوات المكتوبه قلنا الصلوات الخمس، لو قلنا حتى مثلا دخلنا فيها مثلا الوتر يبقى مثلا صلاه مكتوبه، خلينا على الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس او المكتوبه يقصد بها بالاساس الصلوات الخمس. يعني حضرتك عندك تخيل بقى انت صليت الصبح مثلا وجيت قرات ايه الكرسي، فانت كده لغايه الظهر الفتره دي الحمد لله رب العالمين، طالما لم تاتي بناقض من نواقض الاسلام او غيرها، نسال الله يعافينا واياكم، فالحمد لله انت كده يعني انت مبشر بدخول الجنه. الله اكبر، تقرا تصلي الظهر وتقرا الايه بعد صلاه الظهر، سبحان الله، هذه انت الان لو مت ان شاء الله تدخل الجنه. يعني حتى لو ما دخلتش على طول يعني وحوسبت مثلا بسبب اعمالك، يعني تدخل الجنه يوما من الدهر ان شاء الله، يعني على الاقل بشر انك الانسان لا يخلد في النار، نسال الله العافيه، عمل مستوجب لدخول الجنه، يعني الله اعلم هتكون ابتداء انها وتكون بعد حين، المهم ان يعني دي بشرة عظيمه جدا 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 جدا. يعني فتخيل بقى مثلا انت مثلا العصر نفس القصه، المغرب نفس القصه، العشاء نفس القصه، فسبحان الله مين يفرط في الفرصة دي؟ يعني فرصة عظيمة جدا جدا جدا، وفرصة عظيمة تقدمها لك هذه الآية الكريمة، أن أنت لما تقرأ الآية سبحان الله وختم لك بها لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أن خلاص أنت كده جاهز لدخول الجنة، الحاجة الوحيدة اللي منعك عن دخول الجنة أن أنت لسه ما موتش، فإذا مات خلاص يدخل الجنة إن شاء الله. فهذه بشرة عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل يعني ألا يحرمنا وإياكم فضله، وهذه فرصة لا يفرط فيها إنسان أبدا، يعني تفرط في هذه الفرصة كيف.
طيب وربما البعض يستغرب برضو هذا الفضل، يعني قلت ازاي وبتاع وآية وكده، ازاي القصة دي؟ هو احنا مش عندنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح انه من ختم له بلا اله الا الله، من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة؟ هي اصلا آية الكرسي هي يعني وكأنها شرح لا اله الا الله، يعني آية الكرسي وكأنها شرح لا اله الا الله، هي اصلا آية توحيد. فما يستغرب ان آية الكرسي تقوم بهذا الدور اصلا، لان هو الانسان اللي هيموت على آية الكرسي او يكون يعني ختم له بآية الكرسي، هو ختم له بالتوحيد، هو ختم له بلا اله الا الله فعلا، دي حقيقة، ده في علة انها بتقوم بالدور ده. كمان برضو لما نتأمل لو الإنسان بس استحضر المسألة دي، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي الدعاء أسمع يعني أدعى لأن يستجاب، أي الدعاء أسمع؟ الحديث صحيح الشيخ أبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر الصلوات المكتوبات، أو في رأي في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد الصلاة المكتوبة وفي جوف الليل الآخر. فالإنسان بعد الصلوات المكتوبة الدعاء مستجاب أصلا، يعني الدعاء مستجاب. طبعا بعض العلماء بعضهم يقول دبر الصلوات المكتوبات يعني قبل السلام، وبعضهم يقول بعد السلام خلاص، لكن سواء كان قبل السلام أو بعد السلام إن شاء الله، فعلى ظاهر الحديث إن الإنسان دعاؤه بعد الصلاة مستجاب، لأن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله الصلاة. النبي قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. فالصلاة أصلا من أعظم ما يتقرب به إلى الله، ومن أسباب إجابة الدعاء أن الإنسان يتوسل بين يدي دعائه بعمل صالح، والصلاة من أفضل الأعمال. فلذلك أرجى أن الإنسان اللي هيدعو بعد الصلاة أن يستجاب له إن شاء الله لما يدعو بأي دعاء. ولذلك حتى بعض الفضلاء، يعني بعض إخواننا الفضلاء للأسف الشديد تجدوا يهمل القضية دي. يعني إحنا بنقول يا جماعة يعني يا ريت ننتبه للمسألة دي، أحسن الله عليكم. يعني مثلا دلوقتي في خلاف بين العلماء في مسألة رفع اليدين بعد بالدعاء بعد الصلاة، بس ما فيش خلاف إن الدعاء بعد الصلاة مستجاب. فلذلك تجد بعض الفضلاء أصلا يهمل الدعاء بعد الصلاة، يهمل الدعاء بعد الصلاة خالص، أو يهمل الدعاء حتى قبل السلام، ومتصور يعني إن طالما بقى يعني رفع اليدين في مشكلة بقى الدعاء نفسه في مشكلة. لا، الدعاء ما فيهوش مشكلة، الإنسان يعني معظم ما يتقرب به إلى الله. نفس اللي بيحصل بالضبط مثلا في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة يعني يعني على الصحيح والراجح إن الإنسان إذا يعني دعا الإمام فهو لا يرفع يديه، وإنما يؤمن وراءه، مش بعض أهل العلم يقول يرفع يديه. فالمهم لو إن الإنسان يعني لا يرى، أو يأخذ بقول من يقول لا يرفع يديه في خطبة الجمعة في الدعاء لما بيدعو الإمام، رغم إن كثير من أهل العلم رجح مثلا ساعة الإجابة. فلذلك تجده غير مهتم بالتأمين وغير مهتم بالتفكر في الدعاء، بما اني ما بيرفعش ايده بخلاص بقى احنا مش بندعي، فينتبه لدي. فالمهم الشاهد ان دبر الصلوات المكتوبات او بعد الصلوات المكتوبات الدعاء مستجاب، فالانسان ما يفرط في هذا. طيب وبرضه ده هياخدنا لنفس القضيه اللي احنا ناقشناها في الحلقه اللي فاتت، الا وهي اذا ايه الكرسي لما انا هقولها بعد الصلوات المكتوبات هقولها على اي اساس؟ هقولها على اساس ان انا بردد كلامه خلاص، والا فيعني كانت لا اله الا الله تنفع المنافقين، كانت لا إله إلا الله تنفع اللي بيقولها كده وخلاص وهو يعني لا يشعرها بقلبه، لا يعرف معناها. فلذلك من تمام الانتفاع بآية الكرسي إن الإنسان يعني أنا الحقيقة لا أتكلم في مسألة إن انعقاد الأمر ده أو غيره للإنسان، بس لا أقدر أتكلم فيه إن من تمام الانتفاع بها انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، انطلاقا من ده إن الإنسان من تمام الانتفاع إنه يكون حتى وهو بيقرأها مش بيقرأها قراءة وخلاص، يعني بيقرأها فاهم لمعانيها وقلبه حاضر وهو يؤديها، يعني هذا أقل ما في الأمر، يعني أنه يكون فاهم المعنى اللي بيقوله وقلبه حاضر وهو يؤدي. فهو كأنه سبحان الله الإنسان بعد كل صلاة مكتوبة كأنه بيعلن لله عز وجل إن أنا يا ربي مؤمن بالكلام ده، إن أنا يا ربي مستحضر الكلام ده، إن أنا يا ربي حياتي يعني هتنطلق من الكلام ده، إن أنا يا ربي هكون حريص في حياتي إن أنا أعمل بمقتضى الكلام ده. وكأنه بيقول يعني يا رب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني كلام ده وكأنه بيعلن هذا لله سبحانه وتعالى، يعلن هذا بين يدي الله سبحانه وبحمده. ولذلك قلنا هو في حد ذاته هو دعاء مستجاب، يعني هو كأنه سأل الله عز وجل باسمه الأعظم وباسمه العظيم وباسمه الكبير إن الله سبحانه وتعالى يعني يختم له بخاتمة السعادة، زي ما ربنا من عليه وختم له بخاتمة السعادة في الصلاة سبحان الله. ويمكن لعل ده من المناسبات
ان هو بعد الصلاه خلاص ختم الصلاه، فهذه يعني منه كبيره من الله سبحانه وتعالى، فهذا يطمعه في ان يختم الله له حياته بخير. فلذلك اقرا ايات الايه الكرسي، يعني سبحان الله زي ما الصلاه بدات بالمساله دي ختمت بها، فهذا يطمعه في ان إيه؟ في ان يسال الله عز وجل ان يختم له حياته بايه بخير، او يختم له حياته بدخول الجنه. فلذلك يعني انا بقول ان هذا الفضل العظيم ما ينبغي ان يفرط فيه، ينبغي ان احنا نتعلمه وان نعلمه اولادنا. وهذه الايه العظيمه يعني شوف هي سبحان الله يعني حاجه شيء يسير بسيط، بعضنا النهارده يصلي ويجري بسرعه، يصلي وما يشغلش باله، يصلي وما يهتمش بدي، تجلس كده بعد الصلاه تتفكر في هذا، وسبحان الله ده يكون ادعى كمان يستجاب دعائك، يعني حتى لو دعوت بعدها يستجاب دعائك. فهذا الفضل العظيم وهذا الاجر الكبير لهذه الايه العظيمه ما ينبغي ان يفوت. وانا بقول يا جماعه انا النهارده لو عرفت ان في مثلا اموال توزع في المكان الفلاني، او مناصب او وظائف اعلنوا عنها في المكان الفلاني، فانا ببقى حريص ان كل اللي بحبهم ان انا ارشدهم لذلك واوجههم لذلك، ويعني أؤزهم على الا يفرطوا في هذه الفرصه. فلذلك سبحان الله احنا نتعلم ده يعني ونعلمه لغيرنا وننقل لهم هذا الخير، يعني احنا اولا نلزم هذا الخير يعني فلا نفارقه ونعلمه لغيرنا. فهذه فرصه مامونه ان انت سبحان الله في الصلوات المكتوبات، خمس صلوات مكتوبات، انت بعد كل صلاه وكانك بتؤمن هذا الحلم الكبير انك تدخل الجنه، ووراءه حلم اكبر ان ترى وجه الله عز وجل في الجنه. فانت بتؤمن هذا الحلم الكبير بايه؟ بمساله انك بتقرا ايه الكرسي بعد ما بتخلص كل صلاه، زي ما قلنا بحضور قلب، بحضور قلب. ولذلك من الضروري كل ده برضو بياخدنا لمساله اهميه فهم معانيها، واهميه تدبر معانيها، واهميه الانسان يجتهد ان هو يعمل بمقتضاها، واهميه ان هو اذا كانت الايه مثلا بتاخده للتوحيد يكون موحد، واذا كانت مثلا بتنهاها عن الشرك يتطهر او يتخلى من كل مظاهر الايه الشرك. دي كانت تاني حاجة بتقدمها لنا آية الكرسي، وهي أنها سبب في أن يختم الإنسان إن شاء الله بخاتمة السعادة، وأن يكون ممن يدخلون الجنة، وأن يكون ممن يدخلون الجنة، فهي معراج دخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وألا يحرمنا فضله، وأن يجعلنا من أهل هذه الآية العظيمة آية الكرسي، وأن يجعلنا أعظم الناس انتفاعا بها، وأن يعيننا على القيام بحقوقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير. إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة نسمو به دنيا ودين، جنة نسمو به.